ومن ذكره ذكره، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجب أن نفرح والله أن بلغنا الله شهر رمضان. الله أكبر، الحمد لله الذي بلغنا رمضان. لو أن هناك شخص، ركز معي في هذا المثل، لو أن هناك شخص عليه ديون كثيرة لا طاقة له بسدادها، وعليه أحكام قضائية أكثر من 300 عام، كل هذه الأحكام، وينتظر هذه العقوبة الشديدة، وجاء رئيس الدولة وأسقط عنه كل الديون وأسقط عنه كل الأحكام القضائية، بل ووضع في رصيده مال يكفيه إلى أن يموت ويفيض، ألا يفرح؟ ألا يفرح؟ طبعا سيكون فرحا يكاد يطير من على وجه الأرض من هذا الفرح، أليس كذلك؟ والله رمضان أكثر من ذلك. شهر رمضان علينا ديون؟ لا، علينا ذنوب، ذنوب وكبائر، وجاءت هذه الفرصة والملك فتح لنا هذا الباب ليسقط عنا كل الذنوب أو كل الذنوب، بل وأسقط عنا العقوبات فجعل لنا مغفرة لكل الذنوب والمعاصي، ليست العقوبات فقط وليست يعني التبعات فقط، بل وجعل لك رصيدا من الحسنات يكفيك أن يبلغك إلى أن تلقى الله عز وجل. لذلك انظروا إلى هذه النفحات التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، أي هدايا، ألا فتعرضوا لها عسى أن تصيبك نفحة منها فلا تشقى بعدها أبدا. أول هذه النفحات من ليلة أمس، وكل ليلة إلى أن ينتهي رمضان، في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار. الله أكبر، لا يسقط السجن لكن يسقط العقوبة ويدخل النار، لا تدخل النار، لله عتقاء من النار، ومن أصدر أمرا بالإعتاق لن يرجع فيه ثانية، هو الكريم، هو الكريم. في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار، ألا نكون منهم؟ إن شاء الله نكون منهم، إن شاء الله نكون منهم. ولكن انظر إلى من يعتق الله عز وجل: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بالله عليك، هذه النظرة من الله ستكون للمنظر أم للقلب؟ للقلب. فاحذر أن يجد الله عز وجل في قلبك الحقد على المسلمين، والغل للمسلمين، والكبر على المسلمين، والنفاق والرياء والكبر والعجب. إن وجد هذه الأمراض لن تشملك هذه النظرة. إذن فلنجتهد جميعا ألا نبيت كل ليلة إلا في صدورنا ليس غلا لأحد. عندما كان أحد الصحابة يدخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تخيل لما الصحابة يقول، النبي يقول سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة، كل الصحابة شربت أعناقهم إلى الباب، من سيدخل؟ هل سلمان أو بكر أو عمر أو كذا أو الصحابة المشهورين؟ أبدا، صحابي مغمور لا يعرفه أحد، يدخل ويضع ملابسه تحت رقبته وتسقط الماء من أثر الوضوء من لحيته. فجلس بين الصحابة وهم ينظرون إليه بهذا الانبهار، ما هذا؟ ما فعله؟ اليوم الثاني يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، الصحابة كلهم رأوا، من يكون يا رب؟ يعني بالأمس عرفنا من هو، أما اليوم وجدوا نفس الرجل، نفس الرجل. في اليوم الثالث يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يدخل نفس الرجل. سيدنا عبد الله بن عمرو ذهب إليه وقال: لقد لاحيت أبي، أنا أقول أنا زعلان مع أبويا وأريد أن أبيت عندك، هل أبيت عندك؟ قال: نعم، على الرحب والسعة، حتى يراقبه. الصحابة كانوا أذكياء، يشوفوا مين اللي دخل الجنة أو بشر بالجنة، إيه أعماله عشان نعمل زيه. ففعلا راح بيت عنده ثلاث ليالي، ظن أنه سيبكي بقى وهيقطع الدنيا من البكاء، لا، وجدوه ينام عادي جدا، وعندما يتقلب يذكر الله عز وجل، وفي الصباح يذهب إلى المسجد ويصلي مع المسلمين. في اليوم الثالث قال: ما شأنك؟ لقد قال رسول الله كذا وكذا. فماذا تفعل؟ أنا لا أرى أنك تفعل شيء أكثر منا. قال: والله ليس إلا كما ترى، ولكن اسمع بقى إليه، ولكن أبيت وليس في صدري غل لأحد. هي دي اللي بلغ بها المنزلة دي. بالله عليه، والرسول لما قال يدخل رجل من أهل الجنة يقصد ذاته أم يقصد فعله؟ فعله،
يعني كل اللي يعمل زيه يبقى زيه. والله ممكن جميع نبشر بالجنة كلها دائما، نبشر بالجنة تبقى من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة، علي من أهل الجنة، حسين من أهل الجنة. ليه؟ عشان بيبين ما فيش صدره حاجة لحد، ممكن تمام والله. إذا هذه النفحات العظيمة في كل ليلة لله تخاف من النار. وإيه كمان اسمع اللي هي دي؟ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل الذنوب اتغفرت، مش احنا ناويين نصوم ان شاء الله؟ ناويين نصوم، هيتغفر لنا ان شاء الله. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مش احنا ناويين نصلي التراويح وصلينا الحمد لله؟ هيتغفر لنا ان شاء الله. الله اكبر. اسمع اللي جايه دي، من فطر فيه صائما، بس واحد سهل، صيام واحد بس في كل رمضان، من فطر فيه صائما كان مغفره لذنوبه. ايه الخير ده كله؟ إن فحد كلها وعتقا لرقبته من النار. وإيه كمان؟ وله مثل أجر الصائم لا ينقص من أجره شيئا. فالصحابة قالوا يا رسول الله ليس كلنا يملك إفطار صائم، ظنوا أن إفطار الصائم يجيب بقرة ولا عجل ولا يجيب ناقة ويذبحها. قال ليس معنى مال يا رسول الله. قال ولو على مزقة لبن، شربة لبن، طب ما معيش أجيب لبن، ولو على تمرة، معقول ما تقدرش تجيب تمرة؟ ما تقدرش. ولو على شربة ماء، شربة ماء ببلاش تجيبها وتسقي بها صايم يفطر عليها، الله اكبر، عتقا لرقبتك من النار، تغفر كل الذنوب وليك مثل اجر الصائم. بالله عليك لو عملت مستهدف كل يوم تفطر 10 صايمين على ميه بس، الا لا تستطيع؟ نستطيع ان شاء الله. اذا كل ليله يعني هذه الحسنات الكبيره في ميزانك 30 يوم او 29 يوم وتعتق وهكذا. اذا الامر سهل، وربنا فتح لنا هذا الإكرام الشديد، هذا الإكرام العظيم. وليلة القدر يبقى ليها إن شاء الله لقاء لوحدها، ليلة القدر هنتكلم فيها عن نفحات ربنا في ليلة القدر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سريعا، نريد أن يكون هذا رمضان، رمضان اللي احنا فيه الآن اللي دخلنا فيه أول يوم النهاردة، يكون أحسن رمضان في حياتنا وأخشع رمضان وأسلم رمضان. تقول لي إزاي؟ نقطة واحدة بس تعملها، والله لو عملتها ليكون ده أحسن رمضان في حياتك وأخشع رمضان في حياتك وأقبل رمضان في حياتك. إيه هي الحاجة دي؟ إن أنت تعتبر رمضان ده آخر رمضان ليك في الدنيا، هتموت بعديها. كيف سيكون الحال؟ بالله عليك لما تعرف إن أنت يعني بعد رمضان ده هتموت، يبقى كيف سيكون حال الصيام؟ لو بعد الصلاة اللي أنت صليتها دي هتموت، يبقى كيف حل الخشوع في الصلاة؟ بعد النفقة دي هتموت، يبقى كيف يكون الإخلاص في هذه النفقة؟ بعد الحديث اللي دار بينك وبين أخوك ده واغتبت فيه واحد من إخوانك هتموت، يبقى كيف سيكون الحديث مع الغائبين؟ وهكذا في كل شؤون الحياة. والله كنت مرة على مسجد في مصر، فصلاة عصر ودخل أصلي عادي ما فيش مخي حاجة مشغول، فإذا باليمين يا أخوان استووا يرحمكم الله صلوا صلاة مودع. وقعت هذه الكلمة في قلبي، صلوا صلاة مودع، يعني دي آخر صلاة. والله صليت صلاة يعني لم أذوق طعم خشوع في صلاة مثل هذه الصلاة، اللي هي أنا عارف أني هموت بعد الصلاة دي، استشعرت أن أنا هموت بعد الصلاة دي، فلقيت الخشوع ملأ قلبي ورقة القلب. عشان كده ربنا قال وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. بالله عليك واحد رايح يتشنق محكوم عليه بالإعدام ورايحين عشان يشنقوه ويحطوه على حبل المشنق، واحد شتمه هيرد عليه، يا عم انا رايح اتشنق هرد على مين؟ انا خلاص هقابل ربنا. اعتبر ان ده اخر رمضان في حياتك، اخر صيام في حياتك، اخر صلاه تصليها، اخر انفاق تنفقه، اخر كلمه تقولها هتقولها ازاي؟ اذا والله لو استشعرنا هذا الامر كل يوم، واوصي نفسي واياكم بهذا الامر، والله ليكون احسن رمضان في حياتك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة، وهي نريد أن نتعامل مع القرآن تعاملا جديدا، أو قل تعاملا جيدا، لأن للأسف الشديد نتعامل مع القرآن تعامل غير صحيح، أو تعامل أسف في هذه الكلمة غير مؤدب. إزاي؟ بالله عليك لو رئيس الدولة استدعاك في معاد تروح له الساعة كذا ووقفت قدامه بتبقى عامل إزاي؟ مستني اي كلمه يقولها ومنصت انصات شديد لكل لما يقول من كلام، وتهتم جيدا ان تقف في احترام شديد واستخلاص يعني نظره اليه، اليس كذلك؟ رئيس الجمهوريه، امال بقى رب السماوات والارض الكريم الجليل العظيم الجبار واقف قدامه بتصلي ليه؟ بتقرا كلامه هو باعت لك الرساله دي بتقراها ازاي؟
اتفرج على حل الوقت واحنا بنقرا القران عامل ازاي؟ للاسف الشديد حين غير مطمئن بالمره والله. لذلك نريد ان نعيد تعاملنا مع القران تعاملا صحيحا. واضرب لذلك مثلا واحد من البسطاء الناس فلاحين كده، راجل طيب حصل له الف وزنه شديد، فراح لطبيب الاذن والانف والاذن الحمد لله، فكشف عليه قال له عندك التهاب في الاذن، خد الكبسول ده كل 12 ساعه وتعال لي بعد اسبوع ان شاء الله هتبقى كويس. الراجل ما فيش 3 ايام ورجع للدكتور تاني، يا دكتور انا خدت العلاج بانتظام، فوجئت ان ودني وجعتني اكتر، بل ان انا ما بقتش اسمع، كل الاول بسمع يعني معقول دلوقتي مش بسمع خالص. الله، خدت العلاج؟ ايوه. هو النوع اللي انا كاتبه؟ قال له بالظبط، الورقه اهي حتى. قال له في مواعيده؟ في مواعيده. ايه اللي حصل؟ ما الدكتور كشف عليه، ففوجئ ان هو بياخد العلاج ويحشيه في ودنه، يجيب الكبسوله ويحشيها جوه ودنه. هو خد العلاج ولا خد في مواعيده؟ في مواعيده، وهو نفس العلاج بس بطريقه خاطئه، ولله المثل الاعلى. ازاي بنتعامل مع القران؟ وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره. اللي بياخدوه بطريقه غلط، اللي بيتعاملوا معاه بطريقه غير صحيحه، لا يزيدهم الا خساره. لذلك ممكن نحفظ القران من الجلده للجلده ونقراه يمكن نختمه كل اسبوع، ولكن اين السلوكيات؟ فين البر الوالدين؟ فين المعامله مع الجار؟ فين التعامل بالحلال في المال؟ فين غض البصر؟ فين سوء الخلق اللي بتتعامل بيه مع الناس؟ اين حسن الخلق؟ اذا القران في وادي وانا في وادي، هذا تعامل غير صحيح مع القران، ولن يزيدنا الا خساره، لاننا هنتحاسب على كل كلمه عرفناها من القران. اذا يا اخوانا نريد ان نعيد حساباتنا مع القران، وهذا ان شاء الله في مره قادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.